قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عز الأمة قيادة الأمة، سيادة الأمة ريادة الأمة، مرهونة بنبي الأمة. إن الله قد فتح على النبي كل شيء، قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد كان عندما بشر ابنته: لا بأس على أبيك بعد اليوم، لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان وقد انتشر الدين وتملكت الأمة. لما؟ لأنهم تربوا على يد النبي، فتمسكوا بسنة النبي، فتملكوا الدنيا بأسرها. لما يأتي أناس الآن يقولون بأنه لابد من الحداثة، وما الحداثة؟ أن تترك الكتاب والسنة، تبرك بهما، لك أن تتبرك بهما، علق الكتاب في السيارة، علق السنة بأحاديث تملأ بها بيتك، افعل ذلك. لكننا الآن في القرن العشرين، في القرن الثلاثين، لا ما نأخذ بالسنة. والذي أنزل السنة هو الذي يعلم ما يصلح ما تصلح به الأمة، هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. إن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، إن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وإلا فالاجتهادات والاستنباطات وأصول الفقه وقواعد الفقه وتغيير الفتوى من حال لحال ومن مقام لمقام وتغيير الأحوال، هناك قاعدة فقهية مهمة جدا: تغيير الأحوال تستلزم تغيير الأحكام، والفتوى قد تتغير من زمان لزمان ومن حال لحال، كلها مطواعة للين والشريعة. الفقه وأصول الفقه يظهر لنا هذه الشريعة الغراء التي فيها الاستنباطات والاجتهادات. ألا تبا لمن قال لا اجتهاد بعد الأئمة الأربعة انتهى، ويأتي من المتأخرين يقول: ما في اجتهاد وما فيش أحد مجتهد، ولا يمكن أن يوجد أحد مجتهد، يحجر ما وسعه الله جل في علاه، يرد على الله قوله. والله يقول في كل زمان ومكان: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رد لهم هؤلاء يستنبطون في هذا الزمان، يستنبطون في زمان الغابر، فإنهم مجددون، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل 100 عام الله جعل يغرس في هذه الأمة غرسا يكون مجددا لهذه الأمة، يبعث فيها من يجدد لهذه الأمة دينها. لذلك نحن نقول القرآن والسنة سبب قيادة الأمة ونجاة الأمة. وإذا نقول: ما علاقة السنة بالقرآن؟ ختمنا الحلقة الماضية في القول عن مكحول وعن غيره من الصحابة. القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن، لتعلم أيها القرآني الضال المضل، اتق الله ربك وارجع. كيف تصلي الظهر 4؟ كيف تصلي العصر 4 والمغرب 3 وتجلس في التشهد الأوسط وتصلي ركعتين فقط الفجر و4 ركعات العشاء؟ من أين علمت ذلك؟ من أين تعلم هذا إن كنت قرآنيا حقا على ما تقول؟ كيف تفعل بقول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وما من أسماء مبهمة تعم كل ما جاء وحيا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول السنة مبينة للقرآن، السنة القرآن أحوج إليها
من حاجتها له. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والتبيان للناس بما نزل إليهم من القرآن يكون من السنة، لأن الله قال له: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن هو يبين، والتبيين جاءت من السنة، والتبيين جاء من السنة. وفي قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، قال: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الشافعي: إلى الله، إلى كتابه، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى شخصه في حياتي، وإلى سنته بعد مماتي. ولذلك قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يبقى إلى الكتاب والسنة. ولذلك فإن الله تعهد أن يحفظ الكتاب والسنة من أمثال هؤلاء. ولذلك لما قام الكذاب الوضاع الذي وضع أحاديث على النبي وصلبه الأمير، فقال للأمير: ما تفعلون بكذا وكذا من الألاف من الأحاديث التي وضعها؟ قال: يعيش لها الجهبذة، أقوام خلقهم الله له، باعوا الغالي والنفيس وأنفقوا كل أموالهم للحفاظ على سنة سيد المرسلين. لو تعلمون المجهود الذي الضاني الذي فعله هؤلاء الأقوام، هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد، لحفظ سنة النبي، خلقهم الله لحفظ سنة النبي. قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لذلك حفظ الله السنة كما حفظ القرآن، ولأن السنة مبينة عن القرآن. نقول: هناك أحوال كثيرة بين السنة والقرآن. السنة مؤكدة لأحكام القرآن، يعني تأتي بأحكام كأحكام القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حين أنكر على السمين السمج الذي يأتي في آخر الزمان: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكتي يأتي الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا، ما وجدناه حلالا أحللناه، ما وجدناه حراما حرمناه. طب وأين السنة؟ قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن عندنا من هذا النص أن السنة فيها أحكام موافقة لأحكام القرآن، ونص على ذلك الإمام الشافعي في الرسالة. وهذه أبواب عظيمة جدا تبين لك أهمية السنة، وألا تسمع لهؤلاء الذين لا يفقهون، الذين يهرفون بما لا يعرفون، ضلالهم ظاهر وحجتهم باهتة. فإذا من عظيم أحوال القرآن مع السنة موافقة السنة للقرآن. وانظر هنا لأمثلة تبين لك ذلك، أن النبي أتى بأحكام موافقة تماما لأحكام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، يعني لا يجوز أن تتسلط على مال أحد وأن تأخذ منه هذا المال عنوة، غصبا، سرقة، تفرض عليه فروضا ما تكون يعني لها أسباب وجيهة في هذا الباب. كل مال المسلم حل للمسلم، ولا يحل لأحد أن يتسلط على هذا المال. حتى أن النبي قد قال: من مات دون ماله، من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن انظر هنا إلى الكلام السديد في هذا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يأتي اللبيب والأريب يقول: يا أستاذ، قلت السنة موافقة للقرآن، قلت السنة مبينة للقرآن. نعم، السنة كالقرآن وحي. نعم، طب ائتيني بالدليل هنا. أين من القرآن الحكم الذي يوافق السنة هنا فيما جاء عن نبينا العدنان وهو يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه؟ هي موافقة تماما لقول الله جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالإثم وأنتم تعملون وتعلمون. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طرد. هذه أيضا موافقة للسنة. يبقى إذن عندنا الحديث موافق من السنة، موافق حكمه لحكم الكتاب. قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طيب نفس منهم بالتجارة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
أيضا قال النبي إنما البيع عن تراض، هنا يحل المبادلة، أخذ السلعة وأعطيك المال، إنما البيع عن تراض. ما الآية التي تحمل هذا الحكم موافقة للسنة؟ قلنا السنة موافقة للقرآن في الأحكام. قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله؟ قال النبي إنما البيع عن تراض. نقول قد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحلقات القادمة إن شاء الله نبين كيف السنة أيضا تبين القرآن وتبرهنه لحاجة الناس العظيمة للسنة، وسيادة الأمة وقيادتها مرهونة بالكتاب والسنة، ليست حداثة أن ترمي الكتاب والسنة وأن تجعله خلفك ظهريا، بل تقدمه قائدا لك حتى تقود الناس أجمعين. اللهم ثبتنا لنصرة السنة، واجعلنا ناصرين السنة، قامعين البدعة، إخلاصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي.